والله نحن منزعجون كما هو منزعج، ولسنا راضين بما يجري. والحقيقة شيء يؤسف له ما يجري في بلادنا، يعني في مناطقنا كلها. يا أخي ما كنا نظن أننا نعيش إلى زمن يكون دم المسلم فيه بهذا الرخص لا يساوي شيئا. فيعني نحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل البلاد آمنة مطمئنة. نعم نعم. وننصح الأخ الذي طرح السؤال بأن يصبر وأن يشاركنا في الدعاء. نعم. المفروض كل الألسنة تلهج بذلك. نعم. يا أخي هذا ابتلاء كبير ما كنا نظن أنه يحدث لنا. نعم. أنا شخصيا كنت أظن أن الخبثاء في ليبيا يعني عدد قليل جدا. نعم. فإذا به أكثر مما نتصور. إنا لله. وكنت أظن أن الجريمة لا تصل إلى قتل نفسي. نعم. يعني قد تغر واحد نفسه بسرقة والله بكذا والله بغصب قليل من المال أو شيء من هالقبيل، لكن أن يقتل أخاه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قضية ما كنا نتصورها إلا من أفراد معدودين لا يمكن حتى ذكر عددهم. وإذا بالمسألة تنتشر انتشار النار في الهشيم. إنا لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. نعم. وليس لنا إلا التوجه إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد.